الميزانيات والحسابات الختامية في أول جلساتها الخاصة في مجلس الأمة اعتمدت ميزانيات لسبع جهات حكومية، والميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة وأحيلت جميعها إلى الحكومة. وأتى الارتياح الحكومي في جلسة اليوم بتعديل قانون الشركات ليحفظ حقوق الأقليات ويلزم الشركات بتوزيع الأرباح في موعدها، كما عبر عنه وزير التجارة. أحب أشكر أخواني أعضاء من سمو مجلس الأمة على إقرار هذا القانون، ومقدمين الاقتراح الأخوان الأفاضل واللجنة التشريعية واللجنة المالية والاقتصادية، الذي يعني يعتبر أيضا تعديل آخر يساهم بتحسين بيئة الأعمال. هذا القانون بشكل مختصر أو تعديل على قانون الشركات يتكلم عن حفظ الأقليات داخل الشركات ذات مسؤولية محدودة. إقرار حزمة من الميزانيات جاء بعد مناقشة جملة من الملاحظات مع مطالبات بضرورة تلافيها، خاصة في ظل تكرارها سنويا. اليوم جلسة اليوم تقدر تقول جلسة مختلطة بين ميزانيات وبين أيضا إقرار قوانين في تعديل على قانون التجارة وبعض وأيضا إقرار أو الموافقة على حالات تقارير اللجان، لكن أعتقد أن أيضا الميزانيات اليوم نوقشت باهتمام من النواب وسجلت الملاحظات والتوصيات، وهناك الكثير من الملاحظات نتمنى تلافيها، يعني لأن احنا أمانة بعض الملاحظات تتكرر سنويا وهذا أمر غير صحيح. أنا صوت بالرفض للميزانيات احتجاجا على مماطلة الحكومة لقانون خفض سن التقاعد اللي يقر في مجلس الأمة بأغلبية كبيرة واللي جاء بعد دراسة، وذلك يعني اعتراضا واحتجاجا على هذه السياسة. وأنا أعتقد أنه كان يجب من الحكومة أنها تكون متعاونة مع المجلس حتى نكون متعاونين معها، لكن اللي قاعد يحصل الآن هو حقيقة مماطلة وتسويف من الحكومة في تنفيذ هذا القانون. موافقة المجلس على مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية بقيمة 536 مليون دولار أمريكي وجدت مواقف نيابية مؤيدة لجهة تعزيز دور الكويت الإقليمي. هذا قانون مهم ويتصف بجانب استراتيجي، وليس الكويت لوحدها وإنما بعض دول التعاون الدول الآسيوية في تعاون اقتصادي أعتقد البلد محتاجته، وبصراحة شديدة يعني هذا أمرا يثير الطمأنينة لوجود دول متعددة في هذا البنك الآسيوي، وأنا أثق في سياستنا المالية الخارجية. جلسة الغد ستناقش ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وميزانية وزارة النفط، لتأتي بعدها جلسة الأربعاء لمناقشة ميزانية الدولة في جلسة سرية، وأخيرا فض دور الانعقاد سيكون الخميس المقبل. إبراهيم السرحان، الرأي.